السنة الأولى من عمر ديال هذه الحكومة باقي ما كملناهاش. كانت صعيبة لأنه خدينا على عاتقنا الالتزام بالتعهدات الحكومية، وفي نفس الوقت كنواجهوا محليا الأزمة بإجراءات هادفة، وهذه الإجراءات بينها تكون فعالة وهادفة. ماشي أنا ولا وزيرة المالية اللي نقولها، هذا اعتراف من هيئات ومؤسسات مالية. الحمد لله الوضعية المالية والاقتصادية لبلادنا أحط إشادة عالمية، فالوقت اللي دول كتنهار بسبب الانكماش الاقتصادي وآثار الحرب والوباء وآثار التحولات البيئية، هذا الشيء اعترف به الوغاني، وعلاش حتى حنا يعني ما نعترفوش به. دائما تنقولها ونعاود نذكر بها، الحفاظ على وضع طبيعي ديال البلاد في سياق عالمي جد استثنائي هو بحد ذاته انجاز، ولازم نكون واعيين به كاملين. اذا اشنو درنا في الحكومه لمواجهه هذه الازمه؟ اولا قدمنا الدعم للاسر والمهنيين المتضررين من الازمه، 12 مليار ديال الدولار في اطار البرنامج الملكي لمواجهه اثار الجفاف. رفعنا ميزانيه صندوق المقاصه من 16 مليار ل 32 مليار ديال الدرهم. فين مشات؟ مشات 17 مليار ديال الدرهم صرفات في الدعم ديال البوطه اللي كتمس هذيك لاميناجير، باش تبقى الثمن ديال البوطه الكبيره ب 40 درهم وما يطلعش 140 درهم البوطه بسبب تاثير الحرب الروسيه الاوكرانيه. 7 مليار ديال الدرهم صرفات الدعم ديال الخبز ديال الفوس باش يبقى درهم وفاصلة 20 وما يتزادش بسبب الحرب وضعف الانتاج الوطني. 3 مليار ديال الدرهم مشات للسكر باش الثمن ديال البيع يبقى مستقر، وبالاضافه الى دعم الصندوق ديال المقاصه. الدوله تحملت مبالغ كبيره تكاليف ديال الضوء، لانه فاش كتجيكم اليوم واحد العدد الناس اللي كتجيهم 100 درهم ديال الفاكتوره ديال الضوء، راه الثمن الحقيقي اللي خصو يعني تخلص هو 175 ديال الدرهم. دونك هذا الشيء كله واخده يعني الدوله في هذه الظروف، والدوله صرفت 2 مليار و750 مليون ديال الدرهم لدعم التاكسيات والكيران والكاميرات والطوبيسات باش الطائفه ديال المركوب ونقل البضائع ما تزادش على المواطن. هادو سي دي زوبيراسيون سيبلي للمواطن باش هذاك السيد اللي كيفيق الصباح ولا في الطوبيس ولا ياخذ الطاكسي ما يتزادش عليه الثمن. وجوج مليار ديال الدرهم شاف القطاع ديال السياحه باش لدعم المهنيين باش المناصب ديال الشغل ترجع بعد الازمه الصحيه، والوحدات الفندقيه توجد للاستقبال ديال السياح. ما وقفناش هنا في دعم القدره الشرائيه للاسر، خصنا 8 مليار ديال الدرهم، 800 مليار ديال السنتيم لاداء متاخرات ترقيه الموظفين بعد سنتين من التشغيل. خصنا 13 مليار ديال الدرهم لاداء مستحقات ديال الطبية اللي انجكتينا يعني في المقاولات باش تكون عندهم السهوله باش الاقتصاد يدور. وفتحنا الحوار مع النقابات وطنيا في مجموعه من القطاعات في سنه استثنائيه، وزيماجيني عام صعيب وضغط على البلجي، ولكن مشينا يعني النقاش في سنه استثنائيه من ناحيه صعوبه الضغطيه، لاننا التزمنا حنا كنلتزموا كانوا فيه التزمنا في البرنامج الحكومي بفتح الحوار الاجتماعي في السنه الاولى في هذه الولايه. رفعنا السميك ب 5%، والحد الادنى للاجور في القطاع الفلاحي اللي هو السماك طلعناه ب 10%. اخوه والاخوات، في هذه السنه كان ضروري باش نخدموا عاد نجيو نتكلموا، حيت حنا هكا كدايرين ما كنعرفوش يعني نتكلموا ولا نهضروا في الخوا، اون سي با براسي دو فون. اليوم الحمد لله كاين علاش نتكلموا، وجيت نقول لكم فين وصلت الحكومه في تفعيل التزامات الانتخابيه
والبرنامج الحكومي. لقينا القانون ديال الإطار لتعميم، لقينا الإطار ديال التعليم الحماية الاجتماعية، وما لقينا تقريبا حتى حاجة أخرى، لقينا الوكا. هاجينا لقينا القانون الإطار بغي اللي تكون عنده التغطية الصحية الإجبارية في آخر هذه السنة إن شاء الله، وفتحنا باب الاشتراك 11 مليون مغربي ومغربية والأسر ديالهم فيهم الفلاح أو فيهم الصناعية والتجار والمحامون والأطباء والمقاولين والدكاترة وغيرهم من الفئات. وقبل نهاية هذه السنة الناس ديال الرميد غادي تحولوا نظام التغطية الصحية، والدولة غادي تكلف بالمساهمات ديالهم وتوفر لهم مجانية علاج في المستشفى العمومي، وغادي تفتح أمامهم الولوج للقطاع الصحي. الناس ديال الرميد غادي يبقاو يمشيو غراتويتمون لي زوبيتو، ولكن عندهم الحق كذلك غادي يقايمو بحالهم بحال الموظفين الآخرين أنهم يمشيو للقطاع الخاص. واللي كيميز هاد الوش هو تعزيز المكتسبات ديال جميع الفئات وخاصة الأسر الفريقة والمعوزة. جميع الغابة سكان جميع المغاربة وحتى الأجانب اللي عايشين في المغرب غادي يستافدوا من التغطية الصحية، أولاد، والدين، زوجات وأزواج. ومن جهة أخرى وتنفيذا ديال التوجيهات ديال سيدنا الله يسره، 7 مليون حكومة غادي تقوم، 7 مليون ديال من الأطفال، 3 مليون ديال الأسر اللي هما في وضعية هشاشة غادي يستافدوا من دعم شهري مباشر كتعويضات عائلية. ماشي هادوك اللي في السينيساس واللي عندهم اليوم، هادو اللي ما عندهمش اللي في وضعية هشاشة غادي تعطاهم في إطار البرنامج والتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو. وهنا لازم نأكد، لأن احنا دائما احنا كنا مع الدعم، اللي بغى يقول شي حاجة، دائما كنا مع الدعم المباشر، ولكن ما كناش متفقين على شي دعم اللي يكون انتقائي بخلفية سياسية. اليوم على السجل الاجتماعي الموحد لا مجال لأي جهة باش تستغل هذا الدعم لتحقيق مكاسب شخصية أو انتخابية. المعيار الوحيد هو الاستحقاق ونجاح الدعم المرتبط بالاستهداف الناجح. هذا الشيء علاش استجابة لتوجيهات سيدنا صرعنا داخل الحكومة من وتيرة الاشتغال على السجل الاجتماعي الموحد، واللي إن شاء الله غادي يمكن من صرف الدعم المباشر الشهري للأسر والتعويضات العائلية اللي كتضمن الكرامة، ومازال كتنتظرنا إجراءات أخرى إن شاء الله. ملي كنقولوا الحماية الاجتماعية راه الناس عطيتهم راسهم باش يمشي يديروا لي سيرفيس، راه خصهم يمشيو للسبيطارات، خصهم يلقاو السبيطارات اللي في المستوى. دونك كاين واحد الوجه كبير اللي هو يعني غادي تشوفوا فيه إن شاء الله في ثلاث سنين الجاية تحول كبير اللي هو قطاع الصحة. تحية شرعية في شكرا بلطن. أنا أفتاج انتخابات تحسب كلها تزمت بمحاربة الإحساس بالحق السبيطة، وقلنا هذا الموضوع ديال الصحة، وقلنا بلي خصنا أولا ننظموا مسار علاج، التزمنا في مسار الثقة في البرامج الانتخابية ديال الأغلبية بوضع نظام يكفل الأسرة والمجموعات الصحة الجهوية للحد من الإكسيدار والمحسوبية والزبونية. وفي الأشهر الأولى من العمر ديال هذه الحكومة وصل مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان بعد ما صدق عليه سيدنا الله يصوت في المجلس الوزاري. وكسابقة وجدت الحكومة في دور قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية بما فيها
مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية باش تدخل البرلمان هذه السنة إن شاء الله للمسابقة. وإلى كبتكم في الانتخابات التزمنا كذلك برفع الحلف عن الأطباء، وقلنا اليوم لازم نعطيكم الطبيب بشهادة الدكتور ونرفعوا الأجر ديالو بحوالي 3800 ديال الدرهم. واليوم هذا الالتزام الحكومي تفعل في إطار حوار قطاعي واللي غادي يدخل حيز التبيين حيز التنفيذ إن شاء الله جونفي 2023. ومشينا أبعد من ذلك في الأسابيع المقبلة غادي يدخل مشروع قانون ديال الوظيفة الصحية للبرلمان، وهذا المشروع غادي يوضع تحسينات حقيقية لكل مهنية الصحة. وهذا الشيء ماشي باش نضيعوا الخواطر ولا نكسبوا الفئات، ولكن لأنه بغينا الطبيب والممرض يدير خدمته ويقابل المرضى وهو مرتاح، وباش نفتحوا حنا غادي نديروا لهم إن شاء الله إمكانيات باش نحاربوا هذه المنافسة، وباش حنا نكونوا داخل هذه المنافسة. وإن شاء الله درنا مخطط لرفع من عدد العاملين في قطاع الصحة، اليوم كاينة 68 غادي نمشيو 90 إن شاء الله في الأخير ديال هذا المنطق، وغادي ندوبليو العدد ديال الخريجين ديال كلية الطب ونرفعو ثلاثة مرات تقريبا عدد خريجي معاهد التمريض. ما يمكنش تقول غادي نمشيو وغادي يكونوا في كلمه وكلمة لله ان شاء الله. وفي نفس الوقت الحكومه اعطت انطلاقه لاصلاح 1400 سبيطار ديال الحكومه مستوصفات الخوف باش تقدر تقبل المرضى. وغادي تشوفوهم ان شاء الله في الشهور المقبله كيفاش الكاليتي ديالهم كيفاش يتحولوا باش حتى هذاك لو ميدسان فامي فين غادي يكون وشنو هما الامكانيات. هاد السرعه في الانجاز عندها سر واحد، هي ان الرؤيه ديالنا كانت واجده قبل الانتخابات، والوزراء والمسؤولين واغلبيه مجتمعين اليوم على كلمه واحده وهي اصلاح المنظومه الصحيه في هذه الولايه ان شاء الله تنفيذا لتوجيهات صاحب الدلاله. ومن هذا المنظر كنبغي نشكر بصفه خاصه السيد وزير الصحه عن الانخراط التام ديالو لانجاح هذا المشروع. نتكلم عن التعليم، معنا في قرار وبرنامج رفعنا شعار الاساتذه اولا، وتقاطعنا في هذه القناعه مع النموذج النووي. داك الشيء علاش السيد موسى اللي حضر معنا اليوم مشكور على العمل الجبار اللي كيقوم به. فتح الحوار مع المركزيات النقابيه قطاعيا بعد اسابيع فقط من تنصيب الحكومه. توصلنا الحمد لله لواحد الاتفاق اللي هو كان محالي، والمشاورات مع النقابات في مراحل متقدمه لوضع نظام اساسي موحد ان شاء الله ولرد اعتبار المهنه. رفعنا من جوده التكوين وفتحنا ابتداء من هذا الدخول الجامعي مسالك خاصه بإجازة التعليم في الجامعات، 20,000 مقعد جامعي هذه السنة لحملات البكالوريا المتميزين واللي عندهم رغبة في التدريس، وإن شاء الله الطاقة غادي توصل 50,000 في آخر ديال هذه الولاية. واليوم كاين الحمد لله إقبال كبير على إجازة التعليم، أكثر من 95,000 مرشح اللي غادي تختاروا منهم هاد 20,000، ومفهوم وهذا المفهوم الجديد هو الانتقال. وفي الاخير نذكر به الحكومه وضعت خطه اصلاح شامله كتبدا من القسم باجراءات واضحه وكتستهدف الاستاذ والتلميذ والمدرسه. وفتحات السيد الوزير فتح واحد المشاورات موسعه لمده ديال 3 اشهر اللي مشى لجميع المناطق وتكلم معهم من اجل تملك جميع المتدخلين هذه الخطه يعني الاصلاحيه وكذلك التطوير ديالها. اليوم الحمد لله كاين توافق حول خارطه الطريق واللي غادي يبدا التفعيل ديالها ابتداء من هذا الفتره. كان يمكن لنا عاد جينا هذا العام نستناو عامين وجلسين عام نجيبوا لكم خطه ديال التعليم. راه هذا الشيء كله تو سويت في العام الاول، خاصكم تفهموا علاش ما كنتوش كتشوفوني. انا كنت خدام.
واصل يا رئيس، واصل واصل يا رئيس، واصل أجل التعليم، واصل أجل الصحة، واصل أجل التشغيل، واصل واصل يا رئيس، واصل. يلا أنا كنقلبو كنقلبو. في البرنامج ديالنا ولا عقلتو كنا في مواجهة الأزمة وفي انتظار عجلة الاقتصاد تعاود الدور، لأنها ما تنساوش الإخوان أخوات، ما تنساوش إلا رجعتو لهذه واحد 10 شهور دور، هذاك مول الحمام ما كانش خدام، مول الكسال ما خدامش، مول القهوة ما خدامش، الناس كلها كانت واقفة. دونك يعني بوكو دو بيرد دومبلوا، ولا ماشي الاقتصاد تحرك، وما يمكنش لا ماشين ايكونوميك غير تجيو وتجيو تدقوا بحال الطوموبيل وتديلها وديماري. فلهذا حنا قلنا بانه باش هذه العجله تعاود الدور غادي نخلقوا 250 الف مصير شغل في اواج مؤقته لمده عامين. وهذا الشيء ما عطلناش برنامج اواج، ومشكور سي سكوري اللي كيشرف عليه. انطلق في يناير 2022 بميزانية 2,250,000 درهم إلى غاية آخر غشت. عدد المستفيدين من الأواج المؤقتة وصلنا ل 74,000 بشراكة 4,500 كوبيراتيف وجمعية. وفي السنة الأولى إن شاء الله اللي غادي نكملوا راني ديال هذا الإكزرسيس النهار اللي بديناه غادي نوصلوا ل 100,000. وبفضل البرنامج ديال الأواج شفنا مدينة بحال وزان رجعت الجمالية ديال الأصدقاء ديالها، شفنا آلاف التلاميذ كيستافدوا من الدعم المدرسي وحصص التعليم الأولي. شفنا آلاف ديال التلاميذ كيستافدوا من الدعم المدرسي وحصص التعليم الأولي، لأن هاد الناس كيشتغلوا معنا ديال أواج. عدد من المؤسسات والإدارات قدرات تعمل رقمنة لآلاف وثائق ديال الأرشيف. أنا كنعطيكم لي زيتيليزاسيون استعمالات اللي استعملناهم، واشتغلوا كذلك كأطر في البرنامج الوطني للعطلة للجميع، وعدد منهم ساهموا في تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية ومع البلديات في المدن وتنظيف الشواطئ بالمدن السياحة. وشفنا واحد الشباب، وشفنا واحد الدينامية ديال هاد 70,000 ديال الشباب اللي كاين الآن، واللي غتوصل ل 100,000 وغادي تمشي 120,000 عام الجاي، وغتكون في البيدجي ديال العام الجاي إن شاء الله، وغادي نوصلوا. والهدف جينا كذلك بالبرنامج ديال الفرصة، السيدة وزيرة السياحة موجودة معنا، هو برنامج حكومي كتشرف عليه السيدة وزيرة السياحة لتشجيع المغاربة وخاصة فئة الشباب باش يحضروا المبادرة ويديروا المشاريع ديالهم. وثقنا الفرصة في البرنامج الحكومي وتعطات الانطلاقة ديالو في شهر أبريل. زي ما جيني أنه كان أن بروغرام ودخل للتنظيم وبدا في شهر أبريل. هذا البرنامج من أكثر البرامج اللي عرفت نقاش سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع، لأنه كتستجب لواحد الحاجة ملحة لدى الشباب المغربي، وهي الاستفادة من التكوين والمواكبة والتموين بقروض شرف كتوصل حتى 10 مليون ديال السنتيم، وفيها 1,000,000 سنتيم ديال المنحة. اليوم تقريبا 18,000 مشروع اختاروا وبداوا مراحل ديال التكوين والمواكبة، ومنهم 1,000 مشروع خداو الدفعة الأولى. ومؤخرا بالصدفة كنت كنشوف واحد النقاش ديال واحد الجروب ديال الفيسبوك اللي هو تقريبا 150,000 وكيتكلموا بالخصوص على هذا الشيء ديال البرنامج ديال الفرصة، وشفت بأنه واحد الانتيري كبير والنصائح اللي كيخدموا بيناتهم باش يحسنوا يعني لا فورماسيون ديالهم ويحسنوا المشاريع ديالهم، وهذا الشيء كيفرح. في البرنامج الحكومي قلنا بلي غادي نخلقوا 1.5 مليون شغل، وغادي الشباب ياك الشغل فيه منكم ياك أولوية ديالكم ياك طبعا. أول
On a créé 236 ألف بوست منصب شغل صافي نت مع العلم أن الفلاحة ساهمت في الديستريكسيون لأنه كاين الجفاف. والمعدل ديال البطالة تراجع من 11.2 وجا من 12.8 في السلطة. ولتعزيز هذه الدينامية غنواصلوا الاشتغال على الاستراتيجية القطاعية وعلى رأسها مخطط الجيل الأخضر، مخطط الإقلاع الصناعي بالإضافة لإعادة الدينامية للقطاع السياحي والصناعة التقليدية وغيرها. وهذا الشيء كلها أوراش مفتوحة عند الحكومة. نبغي نشكر السيدات والسادة الوزراء اللي هما مشرفين على المشرف كيشرفوا على الحكومة. في نفس الوقت الحكومة كتشتغل بتوجيه ديال صاحب الجلالة الله ينصرو على تحفيز الاستثمار وتذليل الصعاب أمام المستثمرين. بعد 12 سنة من طول الانتظار ومن بعد 65 نسخة ديال المشروع تمكنت الحكومة في أول سنة من هذه الولاية من إخراج الميثاق الوطني للاستثمار حيز الوجود. شكرا معنا السي زازو اللي حضر معنا. الميثاق الوطني للاستثمار كيستهدف كل الشركات المغربية، كيشجع على الاستثمار وعلى التصدير كيف ما كان الحجم أو قطاع الاشتغال ديالها، وكيحفزها على الاستثمار أكثر في الجهات اللي كتعاني من الفقر والبطالة. غادي تكون نقط زائدة لهذوك المناطق النائية واللي هي صعيبة نمشيو لها إن شاء الله. الميثاق الوطني للاستثمار كيطمح باش يخلق 700,000 منصب شغل في النهاية ديال هذه الولاية، وكيطمح لعكس التوزيع الحالي في الاستثمار العمومي باش يدوز من 65% عمومي إلى 35% قلب لصالح القطاع الخاص. وإن شاء الله نمشيو الميثاق الوطني للاستثمار صادق عليه سيدنا في المجلس الوزاري ووصل للعلماء ووجدنا المراسم التطبيقية الثلاثة يعني الخاصة بأنظمة الدعم. زعما أن بروجي كامل كيسير كيدوز في العلماء غادي يخرجوا إن شاء الله يعني للمراسم ديال التطبيق. إخوة أخوات والإخوة، الوقت ما كيسمحش أننا نتكلموا على كل الأوراش اللي فتحتها الحكومة هذه السنة، ولكن ما تفوتنيش الفرصة. الحكومة اللي تبعي للأمازيغية مناسبات كثيرة، سبق لي قلت لكم باللي الأمازيغية في القلب، والترافع من أجل إنصاف الأمازيغية ما كانش شعار ديال الاستهلاك السياسي، لا، إنصاف الأمازيغية كان وما زال التزام كنأمنوا به وبالجدوى ديال الجدوى التنموية ديالو. جبنا في البرنامج انتخاب الأحرار إجراءات واضحة والتزمنا بهذا البرنامج، وخصنا هذه السنة 200 مليون ديال الدرهم لدعم الصندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واللي غادي نوصلوا إن شاء الله في 2026 مليار ديال الدرهم، وكنشتغلوا على إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية. هذه السنة الحكومة وفرت حوالي 1000 إطار ناطق بالأمازيغية في قطاعات العدل والصحة والتعليم، وباقي غادي نوصلوا المجهول. السيد الوزير ديال التعليم ذاك النهار قال لا ديكلاراسيون بأنه 400 أستاذ اللي غادي تكون إن شاء الله. وهذه مناسبة نشكر كذلك السيد وزير العدل على الانخراط ديالو في تفعيل هذا الوش العام باش المواطنين الناطقين في الأمازيغية يلقاو الأطر اللي تتواصل معهم وتسهل عليهم الإجراءات. في البرلمان اليوم كنسمعوا النواب كيطرحوا الأسئلة بالأمازيغية ووزراء كيجاوبوهم كذلك بالأمازيغية مع التوفير بالترجمة فورية، وهذا مجهود كبير كيصدق عليه السيد رئيس مجلس النواب اللي حاضر معنا. هاد الأوراش كلها اشتغلنا عليها هاد السنة، وسمحوا لي إلا طولت عليكم
ولكن حيت الحمد لله الحصيلة ديال هذه السنة اللي هي طويلة وكانوا فيها أواج كبيرة وإنجازات مهمة كما شفتوا. ضبنا أزمة كورونا والجفاف وتقلبات الأسواق العالمية بسبب الحرب. وركزنا ومنطو على استقرار الديونية وتوازن المالية. وخدمنا على هذا الشيء بدون انقطاع. اسمحوا لي دقيقة دقيقة. وخدمنا شوف ركزنا على استقرار الديونية والتوازن المالية ومنطق وخدمنا على هالشي بدون انقطاع ولم نولي الاهتمام للهجمات لأننا ندرك خلفية ذا هجمات شخصية كتستهدف في آخر المطاف المؤسسات هجمات شخصية كتستهدف المؤسسات وحنا قابطين طريقنا الحمد لله متاحين لعمق الإصلاحات متاحين لوتيرة الإصلاحات اللي سمعتوه ومعنوياتنا داخل أغلبية جد مرتفعة وزراء الحكومة كيبذلوا مجهودات كبيرة بوطنية والتزام وتفاؤل لنا كامل الثقة في ملكنا في استقرار بلادنا في ذكاء المواطنين ملك البلاد متفائل لمستقبل الوطن المواطنون إيجابيون كيسكنهم التفاؤل وبحالهم حتى حنا متفائلين ويدنا ممدودة لكل القوة الحية لمواصلة بناء مغرب التقدم والكرامة اللي كيطمح ليه سيدنا الله يسوف خاص الإخوان في المعارضة اللي بغيناهم اليوم يلعبوا الدور الدستوري ديالهم كامل في مراقبة العمل الحكومي وتقديم النقد منا لأنه من مصلحة البلاد أن تكون عندنا معارضة قوية معارضة كتمثل فئات عريضة من المجتمع المغربي ومعارضة كتدافع على وجهات ونظرات كتقدم بدائل ومقترحات عملية وهذه الفرصة أننا نشيد بأحزاب المعارضة واللي على العموم قائمة بدورها وبرغم من تسجيل بعض الحالات المحدودة لأفراد كيسيئوا للنقاش السياسي واللي حقيقة هي مصدر التحدي البرلمان الإخوان البرلمان مؤسسة دستورية وفضاء للنقاش المبني على احترام التعددية والاختلاف البرلمان ماشي حلبة مصارعة ومشادات كلامية اليوم ركز مشاهد الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة ونقول لكم احنا في الحاجة لرفع من مستوى النقاش السياسي والارتقاء بالتدافع لمستوى كيسجد طبيعتنا المغاربة وكيسجد كذلك التغييرات الكبيرة اللي عرفتها التمثيلية في البرلمان في المرحلة الأخيرة المرحلة الدقيقة اللي كتدوز منها بلادنا العالم كامل تستدعي ظروف تضافر الجهود وتأجيل استجابات سياسية وتفادي التسييسات بقضايا وحنا اليوم كنواجهوا تحديات خارجية تحديات اقتصادية اجتماعية تطلب منا تقوية الشبه الداخلية ورص الصفوف والعمل بتفاني وانقاذ الأولى اليوم الأولوية اليوم ماشي هي السياسة أولى هي ملكنا واحد محمد السادس الأولى أولوية عندنا إذا سمحتوا الأولوية عندنا اليوم ماشي هي السياسة ولا نشدوا في الانتخابات بقدر ما يكون الانتصار للمواطن عندنا يقين باللي احنا في الطريق الصحيح وان شاء الله غادي يبان الاثر الايجابي ديال هذا الشيء كله على معيشه المواطن
حظنا في كل اللحظات على روح الفريق وعلى اليقين في قوله سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا. كنواجهوا ظروف وتحديات أزمة، ونحن متأكدين إن شاء الله لكل أزمة نهاية. التفاؤل والطموح والأمل هم السر وراء تبارك المواقف ديالنا. التقتنا بإمعان دعوة سيدنا الله ينصره للمغاربة للتفاؤل والتوكيد على نقاط القوة ديالنا. هذه بلاد بلاد الشرفة ديال الزوايا ديال حملات الكتاب، وبقات وغادي تبقى دائما شامخة واقفة برجالها ونسائها، وحتى شي أزمة ما غلبتها ولا غادي تبقى بإذن الله. نقطة القوة ديالنا هي التشبث بالمقدسات والوحدة الترابية والعقارية المغربية وتجدر قيم التضامن والتآزر والتعاون وعدم الاستسلام والوطنية الحقيقة. وغادي دائما كيحفظ الله ونتشبث بالأمل وهذا النفس الإيجابي غادي نوصلوا العمل ديالنا. ومراهنين على الثقة والصبر ديال المغاربة اللي عطونا فرصة مدتها 5 سنين باش يبان آثار الالتزامات ديال الثانوية اللي وعدنا بها على أرض الواقع. غادي نرجعوا عندكم من بعد براسنا مرفوع بعد نهاية هذه الولاية. وآنذاك غادي نخليو التعليق فقط للمواطن اللي غادي يحسبنا في مكان واحد وهو صناديق الاقتراع. نتائج الانتخابات، أنا مفتخر بالعمل اللي كتقوموا به كشبيبة والاجتماعات اللي قمتوا بها والنجاح ديال هذا الاجتماع ديالنا اليوم كيبين بأنكم شبيبة قادرة وديال المستقبل إن شاء الله. وخدمتوا شوفوا على اليسار ولا على اليمين، شوفوا دائما أغراس أغراس وصلنا لهذه النتيجة وصلنا لهذه النتيجة بشرعية الصندوق، وسنستمر إن شاء الله بشرعية الإنجازات. وبهذا المعنى كنفهموا السياسة لأنه الوفاء بالسياسة اون فان كونت هي تعطي التزامات ووفاء بالالتزامات. وبهذا المعنى بغيت نقول لكم حنا بدينا في الميدان، نجحنا في الميدان ونبقاو في الميدان، وشعارنا دائما العمل والمعقول، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.